تحياتي لكم متابعين قناة بيتكوين العربي، واهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو اللي رح نحكي فيه على باينانس دكس، تمام، او الاكسشينج اللامركزي لباينانس. من اكثر من سنه تقريبا عملت فيديو حكيت فيه انه مستقبل الاكسشينجات عم يتجه ليكون لا مركزي. ليش؟ لانه المركزيه بتجيب عده مشاكل معها، منها انه الهاكرز بيلاقوا في مكان واحد يخترقوه بيقدروا يسرقوا كمية كبيرة من المبلغ من العملات الرقمية المتجمعة بمحفظة واحدة، وهي مشكلة كتير كبيرة بتسبب كل الهاكرز يحاولوا يخترقوا الاكسشينجات. بينما بس تكون الاكسشينج لا مركزي او موزع، فما في عندهم مكان يخترقوه، ما في عندهم كمية كبيرة يحاولوا كل جهدهم انه يخترقوها. ليش؟ لانه عملاتك الرقمية والعملة الرقمية بتكون كل شخص محتفظ فيها بمحفظته وعم يتداول من خلال نظام الاكسشينج. اذا اليوم رح نحكي كيف استخدم اكسشينج باينانس الموزع دكس وشو ميزاته. رح نحكي شوي تفاصيل اللي ما بيعرف، شوي امور تقنيه. الاكسشينج بلش ياخذ مومنتوم عالي، يعني بلش يرتفع الفوليوم عليه، بلش ينزل عليه عملات منيح، صار في تقريبا شيء 30 عمله. خلينا نحكي مع بعض كيف تشتغل هالمول، كيف تفتح محفظة فيه، كيف تربط، كيف تتداول فيه، وكل هاي التفاصيل. إذا خلوكم معنا لحتى نبلش. بس قبل ما نبلش حطوا لايك لهذا الفيديو وانشروه في كل مكان، واكتبوا لنا بالتعليقات إذا عندكم أسئلة أو إذا عندكم رأي معين حابين تطرحوه، تمام؟ إذا خلونا نبلش. إذا كنت أول مرة بتسمع بباينانس فأنا عامل فيديو هلا حطوا تحت هذا الفيديو الرابط له، كيف تشتغل على منصة باينانس المركزية الأساسية، يعني اللي هي عليها بحقيقة أكبر فوليوم موجود حاليا بعملات رقمية كلها. فيك تاخذ رابط من تحت تحضر الفيديو تتعلم كيف تتداول عليه وتسجل فيه، تمام. هذا لا منصة باينانس المركزية. إذا عندك حساب منصة باينانس فمن الضروري أنك تبلش تستخدم منصة لا مركزية لأنه هي أأمن لإلك وفيها ميزات كتير حقيقة وتستحق التجربة. لازم كل العالم تفوت وتجرب كيف تستخدمها. لذلك عم بعمل هذا الفيديو لح تساعدكم تمشوا بهذا الطريق. الخطوة الأولى لح أفرجيكم هون هنا شارحين الخطوات بشكل عام. الخطوة الأولى أنت بتخلق وولت محفظة، تمام، مثل ما نحن عملنا وولت على كل شيء. بنعمل وولت إثيريوم، وولت بيتكوين، whatever، بنعمل وولت للبي ام بي أو على الباينانس تشين. هلأ الفرق بانه الدكس تبع باينانس هو مبني على البلوك تشين تبع باينانس، تمام. باينانس عملت بلوك تشين خاص فيها، هي كانت اول شيء على الاثيريوم، بعدين انتقلت صار الى بلوك تشين الخاص فيها وصار فيك تبني عملات عليها. فاحدى التطبيقات اللي عم تستخدم على هذا البلوك تشين هو منصه باينانس اللامركزيه، تمام. اذا العمليات كلها بتصير على البلوك تشين تبع باينانس، هاي شغلة كويسة. فأول شيء تعمل أنت محفظة على هذا الوالت، بعدين بتفك تشفير هاي المحفظة، يعني فعليا بتدخل على محفظتك. عندنا أربع طرق رح نحكي عليهم. بعدين بتعبيها بمبلغ معين، بي ام بي مثلا، عملت بي ام بي، بتحطهم بهذه الوالت، وبعدين بتبلش تثبت اوامر من قلب محفظتك. يعني ما في داعي انك طبعا باستخدام الدكس تبعهم، بس شغلته بسيطه من ناحيه وضع الاوامر وحذف الاوامر، لانه هن هون عندهم كلها تثبيت اوامر. اذا هاي الخطوات الاساسيه جدا بسيطه، رح نتعود هلا على الواجهات لهم ونشوف كيف نعمل هاي الخطوات. بتروح على binance.org، كما حط لك الرابط تحت هذا الفيديو، تضغط create wallet، بشرح لك شوي على الموضوع. next هون كله بس لحتى يعلمك شو هنن الاشياء الاساسية لازم تعرفها، تمام. اذا كنت كويس بالانجليزي فلازم تقراهم. عنا اربع خطوات مثل ما شفتوا، رح نمشي فيهم واحدة واحدة. اول شيء لازم تخلق كلمة سر، مثل اذا بتذكروا محفظة الماي ايثر والت. عندك احدى طرق الدخول هي انه بيكون عندك ملف بينحفظ على جهازك الكمبيوتر بصيغة جيسون ومع باسورد، تمام. باستخدام هالملف والباسورد فيك تفتح محفظتك وتدخل على عملاتك اللي فيها. ندخل هون ندخل باسورد شو ما كان، انا رح اعمله هلا مبدئيا، تمام. تحط اي اندرستاند وداونلود كي ستور. لازم يكون عندك احد
الرموز هو كابيتال، تمام؟ استخدم كابيتال يعني حرف كبير. داونلود كي ستور تحفظه عندك وبعدين كونتينيو. بيعطيك 24 كلمة تكتبهم على ورقة، تمام؟ ضروري انك تكتبهم بالترتيب الصح لانه بعدين رح يسمع لك اياهم، اوكي؟ هي ثاني طريقة للدخول. اسمها تمام من مينيمونيك. مينيمونيك اللي هن 24 كلمة بتحتفظ فيهم وتدخلهم اذا بدك تدخل فيهم. هدول احد طرق الدخول، اعتبرها مثل الباك اب. هلا بس تكون كتبتهم بتضغط انه فيو ماي برايفت كي. البرايفت كي مثل ما بنعرف اي عملة اي ولت عندك مفتاح عام ومفتاح خاص، بابليك كي وبرايفت كي، تمام؟ المفتاح العام في تعطيه للعالم لتبعت لك عليه، والمفتاح الخاص تستخدمه لتدخل بمحفظتك، تمام؟ لتفتح محفظتك. الفيو بتنسخه بتلصقه بمكان امن، فيك تستخدم باسورد مانجر، فيك تستخدم اي شيء محمي، تمام؟ يفضل ما تحطه على تكست فايل لانه سهل كتير نسخه، بس تنسخه، تسكر، تعمل كونتينيو. بعد الكونتينيو بيقول لك اكيد انت كتبتهم؟ بتقول له ايه اكيد. بيسمع لك اياهم، بيقول لك حطهم بالترتيب اللي كنت حاططهم فيه. يا ويلك ما تكون، يا ويلك ما تكون كاتبه. برجع لكم بس خلصوا. واخيرا جاهز انلوك ذا وولت. اذا في عندك اربع طرق رح تفك تفتح محفظتك لتستخدمها. فيك تستخدم وولت كونكت، فيك تنزل اب على موبايلك، فيك تنزل تراست وولت على موبايلك وتعمل سكان الباركود. شايف هذا الباركود؟ تعمله سكان، تفتح الوولت تاعيتك على موبايلك اذا بدك. فيك توصلها بالليجر لإلك، اذا عندك ليجر توصلها بالليجر. فيك تعمل تفتح الكي ستور فايل اللي احنا دخلناهم، بتحمل الملف اللي حملناه الجيسون، بتدخل باسورد بتدخل، او بتدخل كلمات ال 24 اللي كتبته. اذا اي طريقه منهم بيفتح لك المحفظه، تمام؟ نحن خلينا ناخذ الاسهل هلا حاليا مشان نمشي بالموضوع. هيدا الملف انلوك وولت. اذا بتفتح عندك هيدي الواجهه، هي الواجهه مألوفه. ما اللي كان مشتغل على باينانس الاساسي دوت كوم بيشوف انه هي تقريبا نفس الواجهه، فما كتير اختلف عليك الامور، بس الفرق انه فيك تحط فقط ليميت اوردر، ما فيك تحط ماركت اوردر او ليميت او ماركت ليميت او ستوب ليميت او هالقصص كلها. فواجهه بسيطه جدا، هي العملات موجوده هون السمانه كثيره حاليا. في مثلا ويش هي من العملات زمان كنت حكيان عنها ومنضافين هلا على الدكس، حمل فيديو كيف تنقل عملاتك لهون. بس مبدئيا هي العملات الموجوده هون بتلاقي هو التريد هيستوري قديش تنفذ كميه على اي سعر باعت. هون بتلاقي الاوامر المعلقه، هاي الاوامر للشراء من تحت وهي اوامر البيع مع الاحجام اللي لها. وهون فيك تثبت الاوامر، تمام؟ فانت مثلا بيكون معك عملت بي ام بي مثلا بدك تشتري وتبيع، حاليا كل الازواج مقابل بي ام بي، فبدي يكون معك بي ام بي اذا تشتري وتبيع لتتداول فيها. بتثبت امر قديه الكميه اللي بدك تشتريها على اي سعر، تضغط باي ويش فبثبت لك امر، بينزل الامر تبعك هون. اذا شخص عمل ليمت سيل ليمت على نفس الاوردر تبعك بتنفذ الصفقه تاعتك، تمام؟ ونفس الشيء في حاله البيع. اذا هذا التداول اللي عم تشوفه قدامكم هو عم يتم من محفظتك وليس من اكسشينج مركزي، تمام؟ اذا اموالك عملاتك هي موجوده عندك انت لما تملك البرايفت كي، فانت تملك الحقية المطلقة بالولوج لإلها، ما حدا تاني بيقدر ولا حتى باينانس نفسهم بيقدروا ياخذوا عملاتك الموجودة. إذا هي الحقيقة ثورة بعالم التداول. الميزة بباينانس إنه هن سرعوها، يعني كان في اكسشينجات لا مركزية،
مثل ايدكس، مثل اكثر من واحد، بس مشكلتهم انهم بطيئين وغاليين. كونه هذا الاكسشينج مبني على الباينانس بلوك تشين فهو اسرع بكثير. هي مبنية، هي فعليا بروف اوف ستيك او ديليجيتد بروف اوف ستيك. في كتير عالم عم ينتقدوا انه هي تعتبر مركزية، بس بالاخير هي حلت ازمة كتير كبيرة، وفي الى بوتنشل كتير كبير انها تتوسع وتصير لا مركزية مع الوقت. بس كبداية ممكن انه يكونوا يعني هن المسيطرين على النودز اللي عم تعمل مايننج، او خلينا نقول اللي عم تعمل بروسيسنج لهدون الترانزاكشنز. بس بالاخير انت بهمك شغلة واحدة، مصرياتك معك بالورقة اللي لك، عم تتداول بسرعة مقبولة جدا، الفوليوم كويس، الرسوم ما انا كتير عالية، خاصة اذا عم تستخدم بي ام بي ستكون رسوم مخففة. وهيدي اجمالا كل شيء بدك اياه. بالاكسبلورر، بالاكسبلورر فيك تشوف كل عملية عملتها كيف مكتوبة على البلوكتشين. تمام، يعني اول شيء فيك تحط هون عنوان الادرس اللي لك، البابليك ادرس، فيك تحط ترانزاكشن محددة، فيك تحط بلوك، فيك تحط اسيت، شو ما بدك بتدور عليه وبيطلع لك شو عم يصير، شو صار عليه عمليات من بداية تاريخها لهلا. ففيك تشوف شو اندفع، شو دفعت، شو استقبلت، او اي ادرس شو عمل هذا الشيء. فهي شغلة رائعة، يعني تداول عم يصير اون تشين، تمام، على البلوك تشين مباشرة. هاي مثلا عملية صارت، بيقول لك انه من ايمت صارت، قديش دفعت رسوم، شو هي العملة مثلا على انكر صارت، مين الحساب اللي عملها، وهكذا. يعني كل شيء فيك تعرف، فيك تعرف شو السعر اللي تنفذت عليه، شو الكمية اللي تنفذت عليها، شو الطريقة، كل شيء معلومات واضحة ومكتوبة على البلوك تشين لكل عالم تشوفها. هي الشفافية هي روح البلوك تشين الأساسية. بس يكون في منصة تداول تعطي هذا الشيء، هي شغلة رائعة أنا برأيي. بشجع الكل يجرب فيه على القليلة، بس يفوت عملات يكون هو بده يتداول عليه، ممكن تجربه إن كنت تداوله كمان عليه. ومن لكم كل التوفيق، شوفكم فيديو تاني تفاصيل أكتر. إذا عندكم أي شيء بتحبوا إنه نعمل عليه فيديو تفصيلي أكتر بدكس أو أي شيء تاني، اكتبوا لي بالتعليقات. وطيكم ألف عافية، سلام. Yeah.